السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مصطفى من قناتكم فيروس كلاب الكور. تحياتي ليكم، تحياتي الناس المشتركة مع القناة، تحياتي لجميع مربين الكلاب وأخوات الكلاب في مصر والوطن العربي، تحياتي للجميع. النهاردة إن شاء الله أمر لها نتكلم عن موضوع الحلقة المنتظرة والعلاج المنتظر لموضوع بوشكش. بوشكش كلب جيرمان عمره 4 شهور، تمام، جاي عندنا يتعالج من تمدد الأربطة. طبعا كلكم عارفين بوشكش، تمام. النهاردة هنتكلم عن العلاج بتاعه والعلاج الفعال والأكيد، لأن بعض المربيين الكلاب وبعض الغواة وبعض اليوتيوبرات وبعض السادة دكاترة بيقولك للعلاج تمدد الأربطة علاج مرض مزمن وما بيتعالجش وملوش علاج، والعلاج بتاعه بيبقى النتيجة بتاعته ضئيلة جدا في العلاج، في نجاح في العلاج. طبعا احنا تحدينا الناس كلها وقلنا لا، في علاج فعال وأكيد وفعال مهما كان درجة المرض المزمن ده. طيب قبل ما نتكلم في الحلقه النهارده، بحب انوه النهارده للمحبين ومتابعيني على اليوتيوب والمشتركين بتوعي، اللي البث النهارده ان شاء الله بامر الله الساعه 11:30، البث النهارده اللايف بتاعنا الساعه 11:30. يا رب نكون نتجمع على خير، ويا رب لو اي حد عايز اي حاجه انا تحت امره، البث ان شاء الله امر الله 11:30 النهارده، في اي حاجه انا تحت امركم ان شاء الله. نرجع نكمل حلقتنا، علاج بوشكش تمدد الاربطه، تمام، علاج فعال ان شاء الله وامر الله اكيد. قبل ما اقول العلاج وقبل ما اقول هنعمل ايه، ركز معايا في كل اللي انا هقوله واللي انا هقوله، لان العلاج كتير وعلاج فعال. وقبل ما اقول لك ايه هو الدنيا فيها ايه، لازم تتابع معايا الفيديو الاخر، الفيديو ممكن يطول معاك، الفيديو طويل بس هو ده لازم اللي انا اقول لك عليه، لان انا ما بحبش اخبي عنك اي حاجه، ما بحبش اللي انا اقول كلام وخلاص، لا بحب اللي انا فاهم الدنيا فيها ايه والعلاج فيه ايه وتعرف تعمل ايه، تمام، علشان لو انت جريت الفيديو مش هتستفاد، يعني لازم بعد اذنك تشوف الفيديو للاخر بكامل حذافيره، وركز انا بقول ايه وبعالج ازاي وبعمل ايه. العلاج النهارده عباره عن مجموعه علاجات، ولازم تجيب العلاجات كلها، ما ينفعش تجيب علاج وبقيه العلاج ما تجيبوش، او تجيب العلاجات وتجيب علاج ناقص ما تجيبوش، لا، العلاجات كلها النهارده مكمله بعضيها، هو ده العلاج الفعال والاكيد. طيب قبل ما نقول العلاج وقبل ما نقول الخطوات، ايه هو تمدد الاربطه؟ تمدد الاربطه مرض بيصيب جميع اعمار الكلاب، وخاصه الاعمار الصغيره من عمر 2 شهر لعمر 6 شهور، بس بقى عيب، تمام. نتيجة ايه تمدد الاربطة بيجي؟ نتيجة ايه؟ نتيجة ان انت بتحمي الكلب بتاعك كتير ومتنشفوش كويس، بتخلي الكلب بتاعك بيبقى متبلل على طول، بيبقى فيه مية على طول، بتخلي الكلب بتاعك ينام على مية، بس عيب عيب، بتخلي الكلب بتاعك ينام على مية كتير، تمام، بتخلي الكلب بتاعك يلعب في الميه، الكلام ده كله لو هو بيجي يشرب بتسيب له الميه يشرب فيها ويلعب فيها برجله، والكلام ده كله بتسيبه عادي لفتره كتير. لو انت بتاكل الكلب بتاعك وهو جرو صغير اكل كتير زياده عن اللزوم، طبعا بيعمل له زياده في الوزن، زياده في الوزن بتقفل او بتضعف في الاربطه بتاعته والعظم بتاعته، العظم بتاعه ليه؟ لان لسه هو العظم بتاعه ما اكتملش، وانت حضرتك فاكر نفسك اللي انت ايه كده بتكافئه او كده اللي انت بتحافظ عليه، عمال تاكله وتعلفه زي المواشي، انما ده طبعا غلط، لان الكلب لازم يكون ليه نظام معين في الاكل. طبعا في ناس بعض الجهلاء على اليوتيوب بيقول لك يا باشا الوجبه الغذائيه اللي تخلي الكلب بتاعك دبدوب، طبعا الكلام ده غلط، ادي ده نتيجه الاكل الدبدوب ونتيجه الكلام الجهل الدبدوب، ادي الدبدوب وصلنا لمرض مزمن، لمرض مزمن ومرض خطير. المرض ده مشكله كبيره جدا بتهدد جميع الكلاب وبتهدد وبتعمل ارتكارية في المربي، وبعض الدكاتره يقول لك المرض ده ملوش علاج، ولو اتعالج بيبقى نسبه النجاح بتاعه والشفاء بتاعه بتبقى ضئيله جدا. طبعا هنا الحمد لله بفضل ربنا المنبر بتاعنا او قناتنا ما فيش حاجه اسمها مستحيل، بفضل ربنا لان احنا عارفين بنعمل ايه. كل النظام اللي انا هقول لك عليه لازم تمشي بيه. رقم واحد في بدايه العلاج بتاع تمدد الاربطه المزمن، انا بتكلم عن تمدد الاربطه المزمن اللي هو خلاص، اللي هو تملك الكلب اللي انت اهملت فيه وسبته واهملت فيه وعالجته، مهما تعالج مش عارف تعالج فيه، تمام، زي بوشكش كده كان عنده مرض مزمن وباذنك يا رب هيتعالج منه. وانتوا عارفين بوشكش خطوات العلاج بتاعته ايه وخطوات قبل ما عالجنا ايه. النهارده علاج تمدد الاربطه، اول حاجه في العلاج هجيب اول يوم اللي انا هبدا في بوشكش في العلاج، اول يوم اعمل حسابك تمدد الاربطه
العلاج بتاعه لازم يكفي معاك شهر، لازم تشتغل على مدة شهر علاج. انت هتلاقي تحسن من اول 10-15 يوم، لازم تكمل كورس العلاج للاخر. اول يوم هناخد بالتسلسل، اول يوم في العلاج هنجيب كل العلاج صيدلية باشا، هنجيب حقنة اسمها حقنة ديفارول اس، حقنة اسمها ديفارول اس هتتاخد في العضل. لو الكلب من عمر شهرين لعمر 6 شهور هندي نص الحقنة في العضل. لو الكلب عمره شهرين لعمر 6 شهور هندي نص الحقنة في العضل، النص التاني بعد 10 ايام. بس النص التاني بتاع الأنبول مش هتسيبه في السرنجة تحطه في التلاجة، لا، انت كده هترمي نص الأنبول. انت هتجيب أنبول، هي الحقنة عبارة عن أنبول، هتقسم نصها في السرنجة وهتديها في العضلة بتاعت الكلب، وبعد 10 ايام تجيب أنبول تاني وتدي النص التاني. تمام كده يا باشا؟ ده أول خطوة في العلاج، ده أول يوم. تاني يوم هنجيب دهان اسمه هيموكلار، وهنجيب شريط برشام اسمه ألفانترن، مضاد التهابات وتورم. الألفانترن ده هندي حبيتين مهما كان هو عمر الكلب ايه، هندي حبيتين كل 12 ساعة قبل الأكل بساعة. لازم يا باشا تراعي اللي أنا بقولك عليه، لأن ده علاج إنزيمي لازم تاخد على معدة فاضية. طب أنا نسيت والكلب كل، أديله القرصين بعد الأكل ب3 ساعات، تمام؟ بس هو يفضل ان انت تديه قبل الاكل بساعة، يبقى قرصين كل 12 ساعة قبل الاكل بساعة لمدة 3 ايام. والدهان الهوموكلار ادهن مكان الاصابة، مكان الرجل اللي هو فيها تمدد، قبل الرجل اللي فيها تمدد بدهن التمدد كله، تمام؟ مرتين في اليوم بالهوموكلار، مرتين في اليوم لمدة 3 ايام، تمام؟ التمدد قلنا عبارة عن اللي هو بيبقى صوابع الرجل مفرودة والكلب بيزوك وصابع الرجل كلها مفرودة، والصابع ما بين الصابع وبعضه اللي المسافة متفاوتة كبيرة، ما بتبقاش العادية اللي هي الطبيعية. عرفنا كده ندي ديفارول اس اول يوم وما نديش علاجات، تاني يوم نجيب دهان هيموكلار وندهن مرتين في اليوم لمدة 3 ايام، ومع وفي نفس الوقت مع الدهان ده تجيب اقراص الفانترن، اقراص قرصين كل 12 ساعة مهما كان هو عمر الكلب لمدة 3 ايام. يبقى كده الديفارول خلص والالفانترن خلص والهيموكلار خلص. خلاص كده، خلاص كده اقوم جايب الكلب اعمل له دعامة في رجله زي ما انتم شايفين كده الكلب كده. طبعا انتوا كنتوا فاكرين ان الكلب، فاكرين ان الكلب كان رجله نيجي نسيبها تقوم نازله، نسيبها تقوم نازله. بتجيب الدعامه، بتعمل له دعامه زي الودان، بتجيب الودانه وتجيب اللزق الطبي وتجيب باكو مناديل، وبتعمل دعامه من تحت الغضروف اللي هو التاكل بتاع العظم، لان الغضروف بتاع العظم التاكل اصبح الغضاريف التاكلت، بقى في احتكاك ما بين العظم وبعضه، عمل له التهابات وعمل له ضعف في الاعصاب وعمل له ضعف في العظم. بعمل له، بجيب المنديل الاول، بجيب المنديل الاول والفه على رجله، وبعد ما الفه على رجله بديله باللزق الطبي، وبعد اللزق الطبي واقوم جايب الودانه تحت الغضروف اللي هو متني خالص، تمام؟ الغرض منه اللي انا ما اخليش الايد تقوم نازله كلها لتحت للاخر. ليه؟ علشان الغضروف يطلع يتكون من تاني. بعمل الودانه من فوق ومن تحت، دي التكله قلت لك عليها لازم تعملها مع الكلب، وتسيبها لحد ما الكلب هو يقعد ياكل فيها والكلام ده كله. طبعا كل ما الكلب يجي يقعد فيها وينتش فيها طبعا بتقول له عيب، وتخبطه وتربطه والكلام ده كله، وتحاول تمشي الكلب في الفتره دي كتير على ارض ترابه او نجيله او اي ارض، تمام؟ اقل واجب في اليوم لمده نص ساعه او ساعه، وتمشيه وما تهلكوش، ما تهلكش الكلب، تمام؟ في الفتره دي باكل الكلب ايه؟ باكل الكلب عباره عن رجول وهياكل وروس وحاجات نيه، بس ايه الاكل اللي هو ياكله؟ عباره عن ربع كيلو اكل في اليوم. اول 10 ايام باكل ربع كيلو، تاني 10 ايام بزود الربع كيلو ده حاجه بسيطه، تالت 10 ايام لان قلنا العلاج بتاعنا هيستمر لمده شهر، يبقى اول 10 ايام ربع كيلو، تاني 10 ايام ربع كيلو وازود شويه صغيرين، تالت 10 ايام ما حصلش النص كيلو برضه، يعني المقدار الشهر كله هي وجبه واحده وما حصلش النص كيلو، انما اول 10 ايام ربع كيلو، تاني 10 ايام ما كملش فوق الربع كيلو بشويه، تالت 10 ايام برضه فوق الربع بشويتين، انما ما كملش النص كيلو على مراحل. ماشي يا باشا؟ ده بالنسبه للاكل، ما ينفعش اخلي الكلب بتاعي يبقى فيه وزن زياده، لازم اخسسه، تمام؟
دي اهم حاجه. مهما تعالج والكلب عنده زياده مش هيتعالج، لازم تخسس الكلب على الاخر زي ما احنا خسسنا كده ايه بوشكش بوشكش، كان جاي حاجه مربربه يعني. تمام، باكله انا في اليوم بوشكش عامه عشان تبقوا عارفين، باكله 5 رجول في اليوم، طول اليوم باكله 5 رجول مره واحده في اليوم، 5 رجول بس. ممكن احطه معاهم راس او نص جناح، غير كده ما باكلش. تمام، عرفنا الديفارول اس والالفانترن والهيموكلاب، عملنا الدعامه خلاص، ببتدي اشتغل على علاجات بقى اللي هي القويه والمفيده والاكيده والفعاله. اول حاجه في العلاج بجيب حقن اسمها ليفابايون، حقن للاعصاب اسمها ليفابايون، ما تجيبليش دي بفويت وتجيب تراي بي والكلام الفاضي ده كله، لا ليفابايون. بدل الكلب بتاعي كل يومين حقنه في العضله، كل يومين حقنه في العضله، تمام، لحد ما اخلص عليه علبتين، لحد ما اخلص على الكلب علبتين، كل يومين حقنه في العضل، كل يومين حقنه في العضل، حقن اسمها ليفابايون. كل الادويه دي هتتكتب في صندوق الوصف، تمام، مع الحقن دي ايه حاجه اسمها كالسم، اسمه كالسيترون، عايز كالسم فعال، مش عايز اي كالسم وخلاص، عايز كالسم فعال وبيحتوي على احماض امينيه، اسمه كالسيترون. ادي كل يوم كبسوله، كل الحاجات دي علب، ما اجيبش شرايط. العلاج التمدد الاربطه المزمن بجيب علب ما بجيبش شرايط. يبقى ليفابايون كل يوم حقنه في العضل، واجيب حاجه اسمها علبه اسمها كالسم اسمه كالسيترون، واجيب حاجه اسمها استيوكير شرب. استيوكير شرب، الاستيوكير شرب ده عباره عن كالسيوم ومغنيسيوم وفيتامين د. طب ايه ما انا جايب كده كده، ما انا جايب يا ابو مصطفى الكالسيترون عباره عن كالسيوم، الاستيوكير هنا فايدته اللي هو فيه المغنيسيوم، انا ممكن اجيب مغنيسيوم لوحده، لا بس انا عاوز زياده كالسيوم اكتر، يبقى انا بستفاد بالكالسيوم والفيتامين د والمغنيسيوم مع بعض تعادل ثلاثي، يبقى انا بستفاد بيه، بجيبه شرب. بدي 5 سنتي كل يوم، 5 سنتي كل يوم لحد ما اخلص الازازه، 5 سنتي كل يوم لحد ما اخلص الازازه، بعد الاكل بساعتين، بعد الاكل بساعتين، والكالسيترون حبايه كبسوله بعد الاكل بساعتين، لازم بعد الاكل بساعتين عشان الكالسيوم يترسب كويس على العظم. طيب اجيب ايه تاني؟ علبة برشام، علبة كبسول اسمها كيروفيت كبسول، كيروفيت كبسول، ادي كل يوم كبسولة قبل الاكل الصبح، او قبل الاكل عامة يعني الصبح، تمام؟ اللي بتتاخد يعني قبل يعني عامة الصبح يعني. كبسولة الصبح بتتاخد مرة واحدة في اليوم، اسمها كيروفيت كبسولة، بتتاخد مرة واحدة في اليوم الصبح، تمام؟ والعلاجات دي ما تديهاش ورا بعض، انت عندك طول اليوم بتدي ايه؟ علاجات على مدار متفاوت، تمام؟ وعمره ما يضر الكبد لان دي كلها مواد غذائيه ومواد تكامل غذائي، يعني ما فيش فيها مشكله. وبجيب حاجه اسمها ال كارنيتين بلس، ال كارنيتين بلس، بدي كل يوم كبسوله او قرص في الكلب بعد الاكل. ليه هنا فايده ال كارنيتين بلس؟ بيعمل لي ايه؟ بيعمل لي سرعه بيعمل لي سرعه استشفاء، بيعمل لي ريكفري للعظم، بيعمل لي استشفاء للعظم بسرعه، ما بيخليش المرض يطول معايا او العلاج يطول معايا، لا بيعمل لي ايه فايده ابن كارنيتين بلس؟ بيعمل لي ريكفري وسرعه استشفاء. يبقى ما ينفعش اللي انت ما تجيبوش، لازم تجيبه. واجيب حاجه اسمها ماتريكس اقراص، ماتريكس اقراص ده فيتامين كاف عشان يساعد على التئام العظم، وبيفيد بيمد العظم بالكالسيوم، علشان لازم الكالسيوم لازم يكون في كالسيوم، لازم يكون في فيتامين كاف اللي هو كاف 2، اسمه ماتريكس اقراص. ماتريكس اقراص كل يوم قرص، ممكن اديه في نص اليوم، تمام. ايه تاني يا باشا؟ بجيب حاجه اسمها جينوفيل، جينوفيل اقراص، بدي كل يوم قرص بعد الاكل، كل يوم قرص بعد الاكل، جينوفيل اقراص، تمام كده يا باشا؟ عرفت الدنيا فيها ايه بالنسبه للعلاجات؟ ليفابايون كل يومين حقنه، كالسيترون كالسيوم كل يوم كبسوله، استيوكير شرب 5 سم كل يوم مره واحده،
الكرنتين بلس عشان يعمل لي سرعه ريكفري وكويس، يبقى كويس في الريكفري بتاعه ويعمل لي سرعه استشفاء على طول. كل يوم قرص جونيفيل اقراص، كل يوم قرص مره واحده ماتريكس اقراص، ده فيتامين كاف علشان يعمل امتصاص للكالسيوم على العظم ويعمل ترسيب للعظم. تمام، كل يوم قرص برضه. تمام كده يا باشا، ده بالنسبه للعلاجات بجيب علم كده خلاص. بعد ما اول 10 ايام يعدوا في مرحله العلاج بالنسبه للحاجات دي، بعد 10 ايام لما ادي للكلب المجموعه الحاجات دي كلها، تاني 10 ايام بدي مع الحاجات اللي احنا قلنا عليها دي، بجيب 3 علب، بجيب 3 علب حاجه اسمها اكتي كولا سي، عباره عن اكياس فواه، ده عباره عن جيلاتين، عباره عن جيلاتين علشان العظم عنده نقص بالجيلاتين، لازم العظم هنا يبقى عنده نديله نمتد بالجيلاتين بتاعه. 3 علب فعاله جدا، هم دول اللي هيجيبوا معاك النتيجه في التمدد المزمن. حاجه اسمها اكتي كولا سي، بدي كل يوم كيس على ربع كوبايه ميه، بدوبه كويس وبديه بالسرنجه في بق الكلب بعد الاكل. كل يوم كيس، العلبة عبارة عن 10 اكياس، بخلص العلبة على الكلب. بجيب بعد العلبة دي بجيب حاجة اسمها كولا ويل، برضو جيلاتين، بس الجيلاتين فيه 4 مواد فعالة، الاولاني فيه 3 مواد فعالة، التاني اسمه كولا ويل. الكولا ويل 4 مواد فعالة، بتدي برضو كيس على ربع كوباية مية واقلبه كويس وبالسرنجة في بق الكلب. تالت علبة اللي هي دايجنت بلس، دايجنت بلس برضو كولاجين بس 5 مواد فعالة، بدي برضو ربع كيس على ربع كوباية مية تالت 10 ايام وبديه للكلب بفوق، يبقى كل يوم كيس لمدة 10 ايام. كده عرفنا العلاج، ده بالنسبة للعلاج. طيب ممكن تستغنى عن الاكتي كولا سي والكولا ويل والدايجنت بلس اللي هم الـ3 علب دول اللي غاليين، ممكن تستغنى عنهم وتجيب بدلهم من عند الجزار عظم بس من عند الجزار، وتجيبهم وتغليهم غلوه كويسه جدا، وتدي للكلب كوبايه 100 مللي كل يوم لمده شهر. بس النتيجه هنا بتبقى مش ضعيفه، لا بيبقى المدى بعيد بالعلاج، يعني بيطول معاك سرعه العلاج. انما لو انت جبت الـ3 منتجات اللي هم الـ3 علاجات اللي هم اكتي كولا سي والكولا ويل والدايجنت بلس، كده بتسرع العلاج بتاعك وبتسرع نتيجه الشفاء بتاعت العلاج بتاعت الكلب بتاعك. انما انت كده كده اصلا ما بتوديش الكلب بتاعك يتعالج عند حد، يعني الكلب بتاعك كده كده لو قعد شهر شهرين ثلاثه في العلاج مش هيخسر، يبقى انت ممكن تستغنى عنهم وتجيب بدلهم كل يوم عظم من عند الكلب من عند الجزار، وتغليه غلوة نظيفة، وبعد ما يبرد تدي بالسرنجة كوباية مليانة، كوباية شاي مليانة كل يوم للكلب بفوق. ده ممكن تستغنى عن الكلام ده. طب ده العلاج المزمن. لو الكلب عنده علاج مرض لسه، ده المرض المزمن اللي العلاجات دي للمرض المزمن. طب الكلب بتاعي لسه في بداية التعب، هل اجيب العلاجات دي كلها؟ لا، هتجيب شرايط من العلاجات اللي احنا قلنا عليها اللي هي الليفابايون، هتجيب علبه بس واحده، وممكن تجيب من الكالسترون شريط، تجيب جينوفيل شريط، تجيب ماتريكس شريط، تجيب اللي هو الكارنيتين بلس شريط، يعني تجيب شرايط بدل ما تجيب علب. انما للمرض المزمن اللي هو زي بوشكش لازم تجيب علب، ولازم تجيب الكميه كلها بتاعت العلاجات. يبقى انت كده عرفت تعمل ايه، واهم حاجه زي ما قلت لك ما تخسس الكلب بتاعك، ما تخليهوش يبقى فيه وزن عنده، وراعي اللي انت بتعرف بتعمل معاه ايه وتمشيه كل يوم. ومحدش يقول لي طب العلاجات دي كلها كتير على الكلب ومعده الكلب، لا يا باشا مفيش حاجه، ده كله مكمل غذائي. لو انت حضرتك بتفطر او بتغدى وبتعشى، مش وانت بتاكل بيبقى فيه عيش وميه وفول وطعميه وكل الوجبه مكتمله؟ ما ينفعش ان انا اكل من غير ميه، كل دي مكملات غذائيه، ده كله ناقص عناصر الكلب اللي هي المؤديه في الكلب. ما تجيش تقول ده هيهلك معده الكلب، لا، كل ده مكمل لبعضه. يعني الكالسيوم عايز ايه؟ الكالسيوم عشان يبقى كويس ويشتغل كويس عايز فيتامين د. طيب عاوز حاجات مقويه للعظم اللي هو الجونيفيل، عاوز مقوي الاعصاب اللي هو الليفابايون، الكالسيوم عشان يترسب كويس وما يعملش فيه مشكله للعظم، يبقى لازم فيتامين ايه؟ كاف 12 اللي هو الكاف. تمام،
لازم الحاجات دي كلها تبقى مع بعضها، لازم يبقى فيه ماغنيسيوم، لازم يبقى فيه سرعه ريكفري، لازم يبقى فيه سرعه استشفاء، ما يديش العلاجات دي كده وخلاص والعلاجات تبقى بطيئه، لا لازم ادي سرعه ريكفري استشفاء اللي هو زي الايه اللي كارنتين بلس، تمام. لازم ادي جيلاتين لان العظم كده العظم بتاعه ما فيش فيه جيلاتين، الجيلاتين ضعف. لازم ادي اكتي كولا سي او كولا مع كولا ويل مع دايجنت بلس كل علبة 10 ايام، كل كيس كل مرة واحدة في اليوم. طب انا مش عايز اجيب دول، اجيب عظم من عند الجزار واغليه كويس لحد ما يتهرم في الغل، تمام، واديله الكوباية تبرد لحد ما الشوربة تبرد، وادي كل يوم كوباية بفوق الكلب. لازم تمشي على الخطوات دي مع الدعامة اللي احنا عملناه في الرجل مع المشي مع قلة الوزن. ما اكلش الكلب كتير، ولازم اكله ني في الوقت ده كله، واكله عبارة عن رجول، خاصة الرجول لان الرجول فيها فيتامين كتير جدا وبروتين كتير للعظم. بتهيألي ممكن يكون الفيديو طول، بس هو ده العلاج. كل العلاجات دي هتتكتب في صندوق الوصف، تمام. لازم تعمل الدعامة في رجله زي ما احنا قلنا علشان تسند الغضاريف اللي هي اتاكلت. كل ده بإذنك يا رب بتمشي معاه شهر، ما ينفعش تفك الدعامة دي قبل شهر، وما ينفعش اللي الكلب بتاعك حسيت اللي هو اتحسن بعد اسبوع بعد اتنين تقوم قاطع العلاج. لازم تكمل كورس العلاج للآخر، سواء تعب مزمن مرض مزمن او مرض لسه في البداية، تمام يا حضرات. اي حد عنده استفسار اي حاجه انا تحت امره، بس بيتهيألي الفيديو شرح نفسه والكلام كله عادي، واحنا بنتكلم بالاسلوب المبسط والسهل والجميل. تابعونا لو عوزت اي حاجة تأكد اي علاج اي مرض باذنك يا رب هتلاقيه موجود عندنا علاجه، ما عندناش حاجة اسمها مستحيل. اي حد يقول لك مالوش علاج من اليوتيوبرات على اليوتيوب او الدكاترة او اي حاجة يقول لك مرض تمدد الاربطة مالوش علاج، او المرض ده علاجه ضعيف في نسبة الاستشفاء بتاعه، او بيعمل عاهة للرجول او بيعمل عاهة للكلب، قول له انت جاهل واحترس من الجهلاء، واتفرج على فيديو ابو مصطفى واتفرج على العلاج بتاعه، تأكد علاج فعال، ومحدش يضحك عليك يقول لك العلاجات دي كتير، ومحدش يضحك عليك يقول لك لا ده انا عندي العلاج ده بحقنة واحدة. مفيش الكلام ده يا باشا، لازم العلاج ده ما ينفعش الا العلاج ده، ولازم تكمل معاه كورس العلاج للاخر، ولازم تمشي بالارشادات اللي احنا قلنا عليها. ويا ريت يا جماعه بعد اذنكم بعد اذنكم لو انتوا شايفين المحتوى بتاعي هادف يا ريت نكتر من اللايكات، اهم شيء لان انا زعلان منكم اللايكات بامانه، والشير عايزين نكتر من الشير كتير عشان الناس كلها تستفاد. على قد ما تقدروا كتروا في الشير في التواصل الاجتماعي بتاع حضراتكم عشان الناس كلها تستفاد مش اكتر ولا اقل. احنا عايزين صوتنا يوصل للناس كلها، واحترصوا من الجهلاء. انتظروا البث بتاعنا النهارده ان شاء الله وامر الله الساعه 11:30، انتظركم ان شاء الله وامر الله على خير. اي حد عاوز اي حاجه انا تحت امر في اي وقت. انتظروا العلاج بتاع بوشكت، وانتظروا سرعه الاستشفاء بتاعه ان شاء الله وامر الله. اي حد عايز اي حاجه انا تحت امر في اي وقت. رقم التليفون 010-224-1751-3، او اكتب لي في التعليقات او تواصل معايا واتس. انتظروا البث النهارده، وتحياتي ليك وتحياتي للجميع مربين الكلاب وخواتي الكلاب في مصر والوطن العربي. تحياتي للجميع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.